انترنت سو باد علاوي. If you're watching, fix your Wi-Fi, man. شلونكم؟ Wait for you. أنا ما أنتظر أي واحد. أعرف الإنترنت مو زين. أعرف أعرف. راح يتغير. راح نغيره. يعني هاي السبب. بعده مو زين. قاعد تسوي. Yo! Everyone. Ma aaf leh shari, he's got his own. Meow. How shnon is lay? أحسن أحسن والله. يعني من اليوم بالتمرين ما كان وجع. يعني هي هنا هنا هي كانت صار بيها اليوم ما كان أكو وجع. بس استعبت يعني صار عندي كرامبس وما أدري شنو اليوم وايركض. بس الفتنس مالتي يعني قاعد يرجع يعني بس ما يطول هواي دقيقة. Let's go. بلاك يو اقول شنو هذا الصوت؟ قاعد بكنتو اي متحضر على باكر. هي باكر مو؟ اي باكر. وين مصطفى؟ مصطفى والله اتصل علي قبل هواي وكنت منتظره بس مبين الشغله مالته مطوله فقلت خلاني بس افتح اللاب حط ثلج اليوم اي راح احط Are you good or are your opponents weak? What do you mean? أني مو زين تعالوا لعبوا وياي وشوفوا What's up حموزي What's up man How are you We hope Ali scores. Me too. Alhamdulillah, Zain. I'm good. I will go to sleep. Good night. Someone's in the mood. Wallah. تعبان بس
على مودكم. لأي ماكو أنا بعدي بفل 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 هذا أقدر أروح. تعرف كان راضي يطلع اللعبة. البزون موجود قاعد يلعب. looks like شنو؟ looks like noodles. شبيل فان فوق احسن. ليش اسمك حمزة؟ لأن أمي وأبوي يسموني حمزة. اسكو جوا الشرباية هنا قاعد اسمع. Internet is very weak. هاوز على لو شلون عايش هاي انت من على علاوي يعني عيشته كلش سم. Where's Fatima? Naima.
he still watches your lives. He actually doesn't. ما راح قال لي اكو الانترنت راح يغيره يعني راح يجي هاي الاسبوع فان شاء الله يعني احسن يصير شلون تختلف على علاوي يعني هو شوي يعني هادئ أكثر مني ليش ما تفتح لعب من تتمرن؟ يعني قل المدرب ماتي ها خليني احط تليفون على المود افتح لعب ما يصير اوكي اذا الانترنت مو زين يعني اسدل ولا شنو اللايف عندي سؤال سالي انتو قاعد تقولون الانترنت مو زين حمزة الانترنت ضعيف صدق ما قلتولي اقدر اجرب اغير الغرفة بس وين اروح دقيقة خلاص من هنا
واخر اهلا. سلام. وعليكم السلام. الله شلونك؟ والله شغله ماتك قلت مطوله ف واجد كتبت لك هسه. كتبت لي مو هسه قبل ساعه من كاتب. نشاقه صحيح. هسه كتبت لك صحيح. اوكي لا تشوفنا. اوكي خلاص. هو بالعراقي يعني قبل دقيقة نقول قبل ساعة. عرفت؟ اي يعني قبل ساعة من راسة هو قبل دقيقة. مو اصلا شو اسمه والله كنت نايم يعني نايم نومة نمت. ويلي يابا حلمت بالبزون. هذا البزون موجود؟ هو حلمت بيه ماكوش. ويلي اياته او نفس نفس الصفنة حلمت بيه. شلونكم؟ شخباركم؟ مشتاقين. يقولون جاء ابو نسوان. منو هذا؟ انت من عتق له من خشمك؟ ماكو. ها كذا كذا مصطفى صاير حلو كذا. شكرا شكرا. اكيد انا كالعاده اعرف. شكرا لكم. تحياتي. ليش كنت نايم واحنا نعسانين؟ والله كنت نايم نومه تخبل يعني. انا هم نعسان بس بقيت قاعد على موتهم. انت ما اتصلت علي. انا هو ايش قال لي؟ قال لي ارجع على البيت واتصل او ياكل وما ادري ياخذ تاكسي. انقلت خيانه ما يرجع. ان شاء الله ان شاء الله. ايش بي العراق؟ ثواني ايش نحكي بي؟ انا احب العراق فاحب احكي بي تدرون يعني. اهم تموت على العراق. باكر اللعبه مو؟ ايه حلو. ابطال انا دائما اشجع العراق راح يفوز لان دائما تشجيع يعطيهم طاقه. اوه حظ عرفتوا. ايوه بشنو تحكون على اللعبه؟ والله كلش ما حكينا. زي ايش قد توقعت؟ على النت ماتي وشلون ضعيف. حلو حلو. بريطانيا ضعيف يقولون. شلون على اللعبه عايش بهذا النت؟ والله ما ادري ايش ما يسوي. ايش اقول لهم؟ علاوي كل شيء ما يسوي. يروح للتمرين يرجع يلعب ويل بزون ياكل. شو حبيب؟ اوه هذا بعد ما نطور علاوي حبيبي. نحن هنا تدري ايش صار؟ حتى تاكل على الانترنت، كل شيء على الانترنت، نام على الانترنت، تقعد على الانترنت، تفتح تدخل على الحم على الانترنت، كله على الانترنت، ماكو. اذا مو الانترنت ما تعيش. أني والله النت ما محتاجه. حلو. من بدايه هذا ما تيك توك ما ادري شنو هسه يعني قوم استحتاجه، بس قبل يعني اقدر اروح اليوم كله ما استخدمه. حلو. هاي شو اسمه وحده تقول باكر رايحين للملعب يعني بشرف شايفتنا بالبيت قاعدين ومستقرين يعني كيف باكر نروح للعبه؟ يعني اكيد لا. يعني يريد يقول اي رايحين. شبيك انت لابس لي رقم 9؟ ايوه ماين. اي والله اي نننن. الله كريم رايحين للعبة. يقول قلنا على البنت مالتك الجديدة.
شو منت مالتك الجديدة؟ في كتاب ونسوان يعني تخيل يعني كل يوم جماعة الخير هذا حمزة يريد يسوي فتن بيني وبين المتابعين. يا متابعيني يا عزة، أنا عندي شوفوا أول شيء بالقائمة فانزاتي، وثاني شيء أنتوا يعني هو متابعيني، ما راح أحبائي، هذول أحبائي أوكي، وراء أحبائي يجون أهلي، وراء أهلي يجون أصدقائي، وراء أصدقائي إيش دخل المهم يعني أقول لكم يا أنتوا عندي هيج، أنتوا هيج وحمزة هيج، لا أقصد حمزة هيج وأنتوا هيج. النظرة ما تطمن. شو اليوم قاعد تعلق ومستهتر وإيدك بجيبك وهاي نعرف الناس يعني ما يحبون هاي الشغل قاعد وفارد عضلاتك علينا ولابس تيشيرت اي والله انا كنت قلت لهم كنت لابس يعني لبسه ثانيه بس غيرت التيشيرت ما على مودهم ايش ما ادري كيف يعني على مودهم يعني كيف يعني تهمت شلون يعني على مودهم يعني هم متحضرين على اللعبه باكر يعني هسه لانسى عادي يعني على مودهم او اغير التيشيرت يعني راح يهمهم انزع عادي انزع كلها عضلات يا خلينا نشوف لا عيب ما عيب شفت الفيديو مالتي بالستوري ها شفت الفيديو بالستوري مالتي ايه كلها زق 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 بالحذاء مالك لا بالجيم قال حطيت نار حطيت نار يعني اما سحط نار يعني حلو انا صعب احط الشخص نار صعب الشكل مالت العضلات فقلت خلالي فخم تدري كم صار صرت 10,000 يلا يا جماعة ما بقي لشيء 10,000 شبيكم ايش قلت بخالك انت ما بقي لك شيء 10,000 اي عارف يلا يا جماعة شيروا اللايف وتابعوه يلا يا أبطال حبيبي مصطفى حمزة توقعاتكم للعبة ها توقع العراق نمبر 1 العراق العراق ما اقدر اتوقع كم يجيب اهداف العراق يهدي ما اعرف والله بس يفوز يعني يهدف تروب جول خاصة ضد منو يلعب يعني ضد منو ضد عمان لا شيء وبالبصرة ومنو بالبصرة منو كان يضرب عراقي بالبصرة لو يقولون
أنا أعطي طاقة للمنتخب. يعني المفروض باعوا، المفروض من العراقيين، من أساسهم القاع. يتعاقدون وياي اللي مو حتى العب، لا حتى بس اقعد بالملعب واشجع. انا اعطي طاقه ايجابيه للكل يعني حرفيا، وهذا الشيء صحيح. رحت حضرت مباراه اول مره بحياتي بالعراق، مال العراق اللي هي فرنسا، اول من حضرتها فازوا ايش قد على اوكرانيا. ثاني مباراة ما حضرتها، والثالثة ما حضرتها خسروا، طلعوا خسارة. حمزة المصطفى يجي ما يجاوبنا، ويكم اني صار لي ساعة باوع على الكومنتات، ماكو اي شيء اقدر افتح منهم، كله بالعربي، شلون اجاوبكم؟ كله عمان قامية، عمان قوية، مصطفى تعال للبصرة، صح ما ادري. كله هيك. يعني نحن نحب نقول لكم ايش نحب نقول لكم؟ يا اخي رد عليهم احكي ايش بيك بس تصفن. من طول الكومنتات قاعد اشوف. علم عربي، انت مو تقول على مودكم وعلى مودكم وغيرت التيشيرت على مودكم. والله اني هسه مشغول. علم عربي على مودهم يلا. اني هسه مشغول. شو هسه مشغول؟ عندي هواي اشياء ببالي وما اقدر يعني اتعلم. يلا زين ليش مشغول حبيبي؟ يعني التمرين والرتب الدراسة والبزون. حلو، يعني البزون تشغلك عن اللغة العربية. يا ناس اسمعوا بزون تشغلني، بزون تشغلني، تخيل بزون تشغلني. عمي يا علاوي يا بطيخ طلع ولك من الآن يريد أتعلم طلعها برا للبزون، طلعها خلي تروح تعيش حياتها برا. لا شو هذاك لحى؟ التيشيرت لا ما بيعه. شنو بيعه؟ شو ندار ندار؟ شنو ندار؟ عليه اسم لو لا؟ لا هيجي بس يعني. حلو. شنو اسم البزون؟ قالوا لي رجاء لا تحكي على علاوينا. ادري انا ايش حكيت؟ انا حكيت على البزون يا انتو. البزون المياو. المية وما العلاوي طلعوها برا. ولك لا تحكي على العلاوي. ولك شو؟ الحكي كلش مو حلو على علاوي و الناس ما يفهمون. طلع اشاعات عني وهذا طلع. قال لي ابو النسوان مشيتها، قال لي انت قصير مشيتها، قال لي تحكي عن المتابعين مشيتها، يقول لي تحكي على علاوي. ايش كم وحده راح امشي لك بعد؟ حتى مهمة ما راح يمشون. انا قاعد اقرا الكومنتات حبيبي. صحيح انا طالع فخم. انطيك لايك. هذا مو الحكي مالتي. انطيك لايك. كان شوفي قل لك انت من تعرف تقرا؟ شو تعرف تقرا؟ بس التعليقات السلبيه اللي تجي لي. يقولون قل شوفي قل لنا ستوريز. ستوريز؟ شو اقول لكم ستوريز؟ ادري شكلهم ستوريز. ما اعرف ستوريز. حمزة صحيح مشتاق لك، شلونك؟ الحمد لله، شلونك انت؟ والله الحمد. والله اليوم نفس التعب مات الاثنين لك اظن ما ادري شنو. اسمع هاي الاغنية، اسمع هاي خوش لعبة يعني. اسمع حمزة. ما اسمع. ناصي الصوت. أول كل يوم بيعرف الصوت. مش عادي
ابو نسوان حبيبي قاعد اسمعك اغنية اقول لك خذ رايك شو هاي الكومنتات اللي تقراها اخ لا حلوه الاغنيه والله حبيتها اسمعها اغنيه اقول لك حبيتها حبيتها حبيبي مو انا مغنيها بس يعني انا احب اياها اوكي شكرا 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 ما حساني غنيتها اي انا ما حسيت يا كافي كافي على انا مصطفى بدأت طولك يقولون 175 173 خلينا نكون صريحين 74 شيء يعني يعني عراقي وانتو تعرفون العراقيين كلهم اطفال الحمد لله خير وبركة الحمد لله الحمد لله احط الثلج هسه يلا خلي اجيب ثلج دقيقة شو تسوي بالثلج؟ على رجلي ايش بيها رجلك سلامات الو ان شاء الله ان شاء الله منو ان شاء الله ثواني خلينا نقول خلينا نقول ثلاثة وعشرين علي الحمادي الله الحمادي أفضل لاعب الله حلو يقولون شغلنا أغاني المنتخب شغلكم علاوي لاوي علاوي لاوي جماعة شنو أكو أغنية مع المنتخب أغاني المنتخب يلا يلا خلينا نجيب لكم أغاني المنتخب طبعا أحمد يدس لي رسالة يقول لي قوم من البي سي لا أقومك فالكل يكتب لك اللي هو خلي مصطفى خليه لأن هذا السيت اب ماله لا مايك ليش ما يطلع هنا كيف عراق عراق اي وين ما ادري انا بس كتبت حسام الرسام هلا 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 بالعراق يلا رجلي يلا يلا يا جماعة الخير الكل يحط علم عراق الكل الكل اليوم الوطنية ارتفع الكل علم عراق
الكل 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 خالاتكم عماتكم اهلكم كله علم عراق تمشون تذبون لا مو تذبون يعني تخلون علم عراق حمزة غني للعراق ولك لا تبطل غني تعراقي أنا ما أغني أي شيء أحمد 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 دخل أحمد بس شوية وقوم عن البي سي حباب فدوى قلبك بس هسه فاتح لايف تعرف عيب أطفي وأقوم هناك يريدني أقوم منها هاي مكانه ها ما احنا انا عندي اكل احمد عاد اكل من اكلك عادي شو يكتب لي موجود لو لا اي اي شفته دخل وين لحظة بس خلينا نشوف عادي اكلها ليش اشتهى اي يلا لخي موصل 100 مليون لخاطر العراق يلا نقدي براس العراق غير اغنية اكو غير اغنية يلا يلا شغل بتليفونك هي وردة وردة أحمد بس عادي أكل هاي لا أحمد باب اكتب الله يخليك قل لي أكلها عادي أوه اكتب لي عادي يا جماعة الكل يتابع أحمد قال عادي أحمد تعال تعال ناكلاني وانت تعال جيب لي معلقة وتعال الناس يقولوا لي منو أحمد تعال لا لا الكل الكل يكتب كفو أحمد شنو هاي؟ جبت برو ما قاعد تفتح هاي تاكل حشرات؟ أحمد شفنا معلقة أحمد ولك ها بعد أقول لك سموذي شنو؟ It's a smoothie بها strawberry, blackcurrant, beetroot, spinach, kale تدري هذا عندي أطيب عصير والله Wait That one is my best تخيل احمد يصير بطل ويجيب لي معلقة تخيلوا ما قاعدة تفتح شني هاي جي عم بيسي جيب لا يوقف لا لا مرحبا ها عراق عراق اسمك هذا لا تمسح لا احمد بلا حمزه نعم يا يا ارجع صاحبي ها شو شغلت مصري جا
قاعد اشوف فيديو ما سووا لي تاج بيها الصوره ما تعلقوا. ايوه والله حلو. بس سؤال للمتابعين، تحياتي لكم، بس اكو ناس يسوي تاج على واحد، يعني شو اسوي؟ او ماي جاد برو، والله والله يعني شو اسوي؟ يعني الدزولي يعني بحياتي ما حاجي وياهم لو اي شيء. والله ما ادري، خاصه على يوسف لمين هو يسوي لي تاج عليه شنو؟ عشان تريدون مثلا حتى اخو، والله الكل يسوي لي تاج. هذا البطل الله. All the time. Uncertainty. أنا عشان هالستوري أنت. اسم محمود. إذا ما شفتوا الفيديوز بالستوري رح أشوفوهن. أيوه تابعوني وتابعوا مصطفى هم. أي والله كارثة. بس اكتب اكتب رحمة رياض. شنو؟ اكتب رحمة رحمة رياض. اوكي وانا راح اكتب. يلا اتسع رحمة شلون؟ هلو زيدان وعلا ويدزولي كان يحرقون قبل شوي. ايش دزو؟ ها؟ ايش دزو؟ قاعد يحرقون، لو كانوا يحرقون يعني قبل شوي. ليش ما جو يمي؟ هم بالعراق حبيبي. ليش ما قالوا هذا الحلاق؟ هو هذا الجو ماتك، لازم تصير حلاق مات المنتخب. بالضبط. عقود ياخذوك وياهم وين ما يروحون. يلا عشت حالي فسوي براكتس. يا جماعة شو تقولون؟ يلا ما شغل الأغنية إذا ما تروحون. منو منتخب عندهم حساب لو لا؟ وين بالإنستغرام؟ إي إي يا جماعة عندكم منتخب المنتخب العراق روحوا تقولهم أنتوا تحتاجون مصطفى الحلاق. قولهم جاي عقلة ماكو 24 ساعة شلون أنتوا تخبصوني خبص أوكي وتقولوا لي تسووا لي تاجات نفس الشيء. همها هاي كتبت رحمة رياض بس ما اسمع اسمع حمزة يا لكنا عراق شكو ماكو
يعني تاخذون راحتكم وتسمعون الاغاني مالتكم و تروح على بعض. حمزه اذا انت عرق تسوي هيك والله ما اضبطها بس يعني تحب انت تعرف مصاري وين ما تزويج سوي سوي تحدي تحدي يصير مو عراقي ايدي صار بيها ماي بيك واو بموت ما اخلي نفسي هيك انسر الفيديو زين بدي اسوالف حركات مالتكم تموت تموت يجي علي على الخاص يموت امنيه حياتك تتصور هيك انا ما اصور هيك ما محتاج والله بس اشوفه غصبا عنك اصور هيك غصبا عنك آخ العراق ايش دخل هسه العراق ما شرحت على الله صحيح احمد نفسه تخيلون هاي من ثلاث مرات ساعتين يقولون يا ستار شغلنا يا ستار وين ابنك عطوان 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 راح هذاك صار صار راح وين اكبر مني ها صار اكبر مني ما اخذوا ما ياخذون الكاس العالم اذا يفوزون شنو هذا فاهمين غلط ما اعرف يعني بس على لعبه واحده يا جماعه بعد بعد يروحون على الكويت يلعبون بالكويت حركات توقعاتكم للعبه هواي توقعنا والله والله بعد تريدون تحزم جيش الباص اي يا معودين انتوا غدرتوني ايش دخل الجيش بالمنتخب غدره غدره من المتابعين انقلت يا عراق ويا زلمه هم قاعد يسوون لي تاج فيديوز مات الجيش والرئيس ومدري شنو ومدري شنو انا والله العظيم اشياء غريبه يسووا لي عليها يعني اني الاي سي يسوون لي تاج بي يعني بها علاقه اسوي لها لايك بس هذني الفيديوهات ما اسويها لايك لا تدخلوني والله المشكله تدري شنو شنو المشكله والله حتى بناتي يسوي لي تاج على صورهم والله لا والله لا يحطون بالكلوز فريندز شايف والله اي يحطوني كلوز كلوز فريندز بالانستغرام مش يسوي لي تاج مخفي يعني اوكي شكري دي يعني اقيمت مثلا يا بنتي ماذا يعني اوكي انت حاطه حسابي ومخفي تاج مخفي اوكي وحاطتني كلوز
وصورتك أنا بهاي الحال شو أسوي؟ يعني شو أدوس؟ هل أنا أشوف صورتك يمي أعطيك لايك أقلك واو أقلك جميلة أقلك ممكن تعين ارتبط؟ يعني أنت شو تتوقع عن رد؟ يعني أريد أفهم. ما اعرف ما اعرف ببالي صار له هواي ببالي بس ما اعرف ليش يعني كل ما اريد اقولها انسى والله يعني لا لا صدق يعني يعني هي تتوقع انه راح اجيت عين ارتبط صورتك حلوه والله اكو مين ما يخلوا اغاني حب وما ادري ايش وها يعني نو برو ترى احبكم كلنا العراق انا اعرف انتم تحبونا وتحبون نشوفكم وهاي بس اكو حدود حدود مو حدود حدود مو صح حمزه صح كلام على شنو نسوي لك تعقل لي كل شيء الله يعني ماكو بس اصلا ما اريد اسوي لهم مسج يقولون ليش سويتوا لي تاك اصلا ما اريد يعني انا والله انا اكو مثلا اكو شخص ليل ونهار يسوي لي تاك شنو كلاع المنتخب ليل ونهار يسوي لي تاج باليوم ينشر يمكن 30 ستوري أوكي لا أكو ما أعرف شنو الحساب ما أعرف ولا ابنه ما أعرف والله بس يعني يسوي لي تاج أشياء غريبة يعني أكو يعني سينز مات أفلام ومدري شنو بس يعني أشياء غريبة يعني اي اريد كلهم كافي ما اريد اشوف والله بليز اخ دخل الجيش والرئيس وما ادري شنو الحياه يعني والله ما ادري يا عيني شنو هاي يا عيني والله احنا نحبكم تاج واج بس تاجات يعني نسوينا تاج شيء نفهم عليه الشيء نرجع نسوي له ريبوست لو شيء ضحك اي شنو هاي هاي اشتغلت مو وحدها والله ده شغل عراق مدار ايش كده يريدونك يصير بالجيش العار هاي عمي مين يا اهلا اغنيه احنا عيالة يا بتو هوايه الطنغاني وبعدين تغيرون رايكم يحبوك اوكي حلو احنا ما قلنا شيء اوقفوا يعني اشياء غريبه يعني بس اكو شغلات يعني ما يعني اذا انتوا شفتوا الاشياء اللي سوون تاج بيها تفهمون هي مزهرية هي مزهرية شنو؟ أي حمزة؟ أي خلي رجع شنو هاي جاي بزاليا؟ الموجودي هو إيش؟ علاوي يستخدمه لأن الثلج يعني ما يتغير شيء. أوكي عرب الثلج. أقدر أحط هيك وأحط رجلي. حلو. ثواني أنا راح أغير مكاني. قاعد تزعج يا احمد لا لا لا